مشكل الرزق. وري 85 وري كي بغيك ياك واش كاين القنطره اي عطي كاينيت يقولوا 85 بخير هاني خشي بخير سي بنات هنا بخير الله يبارك فيك على السلامه هنا كاينيت رجع عقل زيد غيك 85 سكره غيك ولكن غوين الاعمده نورسني كير ياك يلاه يبقى يجي ميكروفون يضر غير هاد النص هاد 85 اييه يلاه يبقى يجي ميكروفون ما كله غير نوتيك كلشي غير نوتيك يعني غادي غير ب 85 غير ب 85 فعلا يعني واش كاس الدور بالخراب اي 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 إذا لا أدري بالضبط كم من الوقت خاصنا يعني خاص هذا القنطرة باش تصلح كم عدد الأيام الله أعلم ما عنديش معلومة وبالتالي حاليا في الطريق مقطوعة وربما إذا كتلاحظوا في الجهة الأخرى راه كاين سيارات ويعني وسائل نقل لي تنتظر متوقفة في الجهة في الضفة الأخرى نعم كاين واحد الطريق معروف أنا افتغزشت هو طريق تيف زوين لكن ديك الطريق لازال يعني ما يمكنش تدوز لأن باقي